مش عارف ايه حظنا الزفت في موضوع البنك ده. حظنا الزفت؟ انت اللي حمار. انا؟ انتوا احمدوا ربنا ان انا ما رجعتش في المخمضه اللي انتوا قعدتوا تمخمضوها لنا دي. ولا واحنا كنا راكبين الاوتوبيس النهري ما تقفورش، ده هو الريموت كنت بتدوس عليه بتخش جوه البنك بتدوس بنطلع تاني. في ايه؟ لا هو فعلا كان في دوخه، انا دوخت قوي يا فخر. لا انت لو دايخه يبقى احنا كده مستنيين حاجه حلوه. حاجه حلوه؟ صح، ليكي حق تستغربي، لان البني ادم ده عمر ما يجي منه حاجه حلوه، السلاله بتاعته لازم تنقرض من على الارض. ممكن بقى كفايه تقطيم وتسيبونا افكر نشوف هنعمل ايه. لا تفكر ليه، انت ما تفكرش خالص. ممكن يا ريتاج تكلمي جوزك بشكل احسن من كده. ولا وانت فاكر لما تزعق وتقول ممكن تكلمي جوزك بشكل احسن من كده انا احترمك يعني؟ لا هي بتتكلم صح، انت حمار، احنا بنفكر ونخاطر بحياتنا وانت تيجي زي النسمه تبوظ كل حاجه. عارف يا سيد املنا الوحيد ايه؟ ان يجيلك مرض مزمن فتقعد في البيت، واحنا نخطط ونفكر وننفذ وننجح وانت نايم على ظهرك. صح. طب فخر ما عندكش صاحب شمال نقدر نطلع منه باي مصلحه بس ما يكونش فيه بوليس ولا اي شوشره؟ صاحب شمال ازاي يعني؟ تستهبلي ولا ايه؟ انت بتكلمي رئيس نادي، رئيس نادي محترم. خلاص مفيش الكلام ده. انا اسفه. اسفه ايه؟ هو في واحد بس مش صاحبنا قوي يعني، كان بيقعد معانا واصحابي المحترمين في الغرزه يعني. صحابك المحترمين بيقعدوا في الغرزه؟ امال هنقف على النواصي وجنب الكشاك زي العيال السيع؟ هو الواد كان شكله خطر قوي يعني لما بيقعد معانا في الغرزه، فما كانش لينا علاقه بيه، بس عرفنا في مره انه جدع يعني لما كلنا اتمسكنا تحري وما بلغش عننا. ايوه يعني ده شمال. شمال؟ ده شمال في تاني شمال. وده اسمه ايه يا فخر؟ ناصر الحيني. ايوه يعني هو ليه في المخدرات والاثار ولا ايه يعني؟ لا ده بتاع مراهنات، يخش بطوله الملاكمه من دول يراهن على الواد اللي هو عايز يراهن عليه بالفلوس، هوب يكسب، ياخد كل الفلوس اللي كسبها دي ويحطها في عبه. انا بقى هعمل ايه؟ اقنع ناصر ان عندي بطوله بوكس هنا في النادي واجيبه هو وبطولاته ومراهناته وفلوسه وكل ده هنا جوه عندي في النادي، واحنا بقى نلم الخير ده كله في عبنا احنا. حلو. جه وقت الريموت، جهز الريموت يا سيد. ايه علاقه الريموت بماتشات الملاكمة؟ ها؟ رايح فين؟ رايح اجيب الديب من ديله واقلق نومه في عز الليل. وإما عرفتش أجيبه هسيبه وأرجع أقول ما لقيتلوش ديل. اتفضل يا باشا. اتفضل خد مكاني. اتفضل يا باشا بيتك ومطرحك. شكرا. احنا المراهنات عندنا بقى حاجة مختلفة خالص، هتتبسط قوي هنا إن شاء الله. أنا عاجبني الأجواء قوي يا سيد. أيوة فعلا شهر أربعة الجو بيبقى حلو جدا. أربعة إيه؟ مش مهم. ها ريموت تمام؟ البطاريات بس فضيت، خرجتها وقطعتها، رجعت احسن من الاول. قطعتها ليه يا سيد؟ ما جبتش بطاريات جديده ليه؟ عشان الفلوس خلصت. وديت ال 200 جنيه فين؟ اشتريت بيهم منفاخ. ليه اشتريت منفاخ؟ عشان ننفخ الكلبزات، هي الكلبزات دي بتيجي منفوخه يعني بتيجي مفسيه وبننفخها، ولا نستنى بقى نوديها البنزينه وترجع ونوقف الماتش. احلى حاجه فيك يا سيد ان انت عامل حساب كل حاجه. احنا مش واقفين على الكورنيش، بطلوا الودوده دي. ها؟ فهمتيها هيعمل ايه؟ حفظته. اه طب تمام. اي لحظه غباء اعرف ان احنا هندفن في الحلبه دي. ما فيهاش. شايف الناس دول حاطينهم جوه الشريط ده ليه؟ ليه بقى؟ عشان دول اخطر من الاسد.